عشان كده اشتهاء الغنى شيء مش مطلوب. يعني صحيح المال وسيلة زي كل حاجة في العالم يمتلكها الإنسان، وسيلة سيارة طيارة أي حاجة يمتلكها هي وسيلة، مش هتزيد عن كده يعني، لكن يبقى الإنسان هو الشيء القيم والغالي والثمين في كل شيء. يعني الإنسان نفسه أغلى حاجة عند ربنا، فمهم إن الإنسان يعرف قيمته عند ربنا ويعيش بهذا الفكر، مش مفروض يتدنى إلى مستوى الخطية، مفروض يعيش بكمال روحي، مفروض يعيش بطريقة فيها غنى روحي مش غنى مادي. الغنى المادي هينتهي وهيخلص، لكن الغنى الروحي يؤهله لأبدية سعيدة والآخرة حلوة يتمجد فيها مع المسيح.